السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، كيف أصبحتم؟ الحمد لله أصبحنا بخير. إحنا الحمد لله بخير وعافية، نحمد الله تعالى يا أمين. أدري إنكم زعلانين علي، بس يا جماعة اعذروني. نعذرك؟ إحنا مثلك في هذا المكتب موظفين، بس نخلص عملنا أول بأول، يعني ما في تأخير، ما في طلعات. وبعدين كيف ما تبغين ناخذ موقف منك يا امين وانت ماخذ الدنيا ضحك وضحك وعلى الطائر كذي؟ هذا يسيء لنا يا امين، يسيء لنا. وبعدين مثل ما قال عبد الله، ايش ذنب الشغل؟ كل يوم تقول اعذروني واعذروني واعذروني. صحيح صحيح، لما قالوا ان اللي ايده في الماي ما مثل اللي ايده في النار. يا جماعه انا عايش بروحي، عزاب انتوا عندكم اللي يداريكم ويراعيكم، لكن انا عايش لوحدي. انام متى ما انام، أقوم متى ما أقوم، آكل متى ما آكل، لأني وحيد. كلنا مرينا في هذه الفترة يا أمين، بس ما سوينا اللي تسويه. ما كل الناس مثل بعض يا سعيد، أنتوا قدرتوا تتحملوا، لكن أنا ما أقدر أتحمل لأني وحيد. أوهو أمين، تراك هلكتنا بهذه الكلمة، وحيد وحيد وحيد. إيش أنت عايش في غابة؟ لا، عايش مع ناس، لكن كل واحد سكر الباب على نفسه وأهله ونسى إن في حد ثاني موجود. عندكم على سبيل المثال، أنا عايش بروحي، لو صار لي شيء لا قدر الله ما حد يدري عني. وعندكم على سبيل المثال شيء ثاني، أنا اليوم عيد ميلادي، عزمت كل أصدقائي وكلهم قالوا لي يمكن نجي ويمكن ما نجي. عيد ميلادك؟ واحد في سنك يسوي عيد ميلاد بعد؟ أكيد في كثيرين، وهذه المناسبة عزيزة على قلبي. الحين أنت يا عبد الله وأنت يا سعيد، إذا عزمتكم بتيجوا؟ طبعا لا. ليش؟ أنا زميلكم، شفتوا أنكم رفضتوا الدعوة قبل ما أوجهها إليكم. في هذه الحالة لا تلوموني على تصرفاتي. لا لا، أنا عندي التزامات عائلية ولازم أنفذها، فأرجوك اعذرني يا أمين. زين، وسعيد؟ أنا بصراحة أنا ها عندك التزامات عائلية أنت الثاني؟ عموما ما له داعي. لا أبدا، ليش تقول كذا يا أخوي؟ أنا بجيك اليوم وبكون عندك إن شاء الله. صحيح، أنا بكون سعيد. أنت تصير سعيد؟ عجبا، إيش أصير؟ أصير أمين؟ فرحان الله يشرح لي هذا الدرس. سميرة، تعرفي ان هذا الشيء غلط؟ انا ما اريد تحلي لي، انا اريد تشرح لي. ابوي يتضايق، وشفتي النتيجة؟ النتيجة اني هذيك المرة رسبتي في الحساب. ما فاهمة الدرس، ايش اسوي؟ زين، روحي عند ابوي وابوي بيفهمش. انا بروح، بس انت اذا طلبت مني شيء انا بعد بقول لك روح عند ابوي. والله سعيدة، بروح عنك الحين. انزين سعيد، ما بتتأخر؟ لا، وايش اللي خليني اتأخر يا سعيدة؟ كلها ساعة زمان، اجلس معها شوية وارجع. دخل دخل. ليه جاي نغص علينا خلوتنا؟ ايه سمور، هناك بنتي. بغيت ابوي يشرح لي هذا الدرس، انا ما فهمتنا. يا بنتي ابو اشتو باغي يخلق ورا مشاور، ما متفيق يشرح. حبيبتي بنرجع بشرح لك الدرس. زين زين زين، يلا خطفي. ما عجبها بعد. رايح عني زينة، رايح يلا. زينة اتنهر. حرص سعيد، عطرك عزمت تكون ريحتك خنينة. لا إله إلا الله، بس ها كربتيني من هالريحة. بمشي. أخو سعيد، أنت ما بتتأخر؟ لا. سيدة، ما كاني سألتي هذا السؤال 4 مرات عاد؟ هو الحقيقة ما 4، 3. المهم إنك سألتي ورديت عليش وقلت ليش ما بتأخر. شيء ثاني بعد؟ لا لا شيء. انت ما بتتاخر؟ لا. سعيد، ما بتتاخر؟ لا. اوف، تفضل يا سعيد تفضل. شكرا اخويا، من شكرا. وتقول لي وحيد؟ ها
وهذول ايش؟ تنسينا هذول؟ يا جماعه يا جماعه، اعرفكم على اعز صديق الي في العمل، سعيد بن فرحان. ما معقوله غازي؟ هنا عم غازي، كيف ما معقوله؟ انا بنفسي ما مصدق عيوني، سعيد ولد فرحان الطاغي ما غيره. ما غيره. كيف الحال؟ ايش اخبارك؟ حياك الله. يا هلا. اكيد اكيد نسيت ايام الدراسه، اكيد. طارق طارق. يا هلا طارق. الحمد لله. ايش اخبارك طيب؟ يا هلا. هذا عاد اكيد ما بتعرفه. هذا بعد حي. راشد، ما هو راشد هو. اي نعم، راشد ضحاك، اذا كنت ذكرى صاحب المقالب. ما اتذكر ما اتذكر ايام الدراسه وايام الحله. يا سلام، ايام حلوه جميله. استريح استريح يا جماعه، انا بروح اجيب الشاي. ما يحتاج ما يحتاج. كيف حالكم شباب؟ الحمد لله. ايش احوالك؟ وانت شلون؟ الله يجازيك. بعدين تقطع. الله يا ايش احوالك يا سعيد؟ والله الحمد لله. ايش اخبارك؟ يا هلا ومرحبا بك، ترى انا من زمان ما شفناك. والله يا اخوي يا طارق، اشغال الدنيا اشغالها اليوم زايده، وتعرف عاد الواحد ما عنده وقت فراغ. اي والله اي والله، تلقاك الحين العود بتزوج. ها متزوج وعندي بنت وولد ويروح المدرسه بعد. ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله رب. زين ما خبرتنا يا سعيد، تزوجت بالكاش ولا بالاقساط؟ كيف يعني؟ ما فهمت قصدك. لا واضح قصده. شوف سعيد. ايش اشوف؟ قول اسمع، يوم تبقى لك شيء قول اسمع، خلينا نتلفت كذا منه من حلو سعيد، حلو حلو سعيد. دورها عليك واحد يا رجل. واحد ما علي ما علي، في الجيم الاول فاز علي، لكن في الجيم الثاني بفوز عليه اكيد. نعم. وكيف عاد يعني كيف بتفوز علي؟ ها يلا قول. واضح يا اني افوز عليك بتنسحب تراك. يا جماعه هذا الشاي وصل. تفضل انا بيت. تفضل الشاي. كل واحد من ديده عاد ما نخص. يلا بسم الله. ايه بسم الله. عسى في بس سكر زياده، ترى انا احب الحلو شوي. اي لا لا لا، عيدك من زمان من زمان. زين طارق ما خبرتني، كيف يعني متزوج بالاقتصاد ولا كيش يعني؟ كيف ما فهمت بعدني. شو خلاص ابوي باقوله باقوله. شوف سعيد باقوله، ترى قلت يا طبل. انا نسام استقصدني انا. وراك وراك. خليني اكمل يا راشد، خليني اكمل. كمل ابوي كمل. معاي انت يا سعيد؟ معاك وعلى طول الخط. روح. يلا لحظه. شوف يا سعيد. نعم. شوف ردينا على شو؟ يبا قول اسمع وخلصنا. اسمع يا سعيد. نعم. زواج الكيش يعني انك تدفع المهر ريال فوق ريال. ريال. نعم نعم. وزواج السلفة انك تاخذ سلفة من البنك وتدفع قسط فوق قسط. قسط. نعم. زين ايش رايكم يا جماعة اني انا لا تزوجت بالكيش ولا بالاقساط؟ ها ها عقبك كيف تزوجت؟ كيف عقب كيف تزوجت سعيد؟ بترافل تشيك؟ اسمع سعيد. تراني باغي اتزوج وانا واحد مساكين، لا عندي شيكات ولا اقساط. اي والله. وانا باغي اتزوج. زين انا بخبرك كيف تزوجت انا. نعم. انا الله يسلمكم قمت ادفع دفعات دفعات على عم سلوم الحافي. نبيه نبيه من زمان ذكي. ترى هي اقساط. والله انسان ذكي. اقساط ما اقساط، ما تزوجت وسلام. يا سلام يا سلام. يلا يلا تذكر ايام الدراسه يا سعيد، تذكر يوم شليت عنك سندويشك؟ تذكر. وهاي تنسي بعد يا طارق؟ تنسي ما اتذكر. ما في واحد شبع ضرب مثلك انت. يا ربي يا سعيد، تو انتهين كذاك مخليني احاتيك لين تو ما راجع البيت.
حاد نصايف الليالي. الله يهديك يا سعيد. معقولة يعني يكون بيت صديقة لي للوقت؟ ما ظل ما ظل. وحليلة مساكينة سميرة حرصت وحرصت يشرح لها دروسها وتعبت ونامت. حولت وانا مو اسوي مو اسوي مو افعل. خليني كذاك حاتي فؤاد يعورني. مش غير حرصة بعد. ما يو فرحان علام يا ولدي لين تو ما نايم مستوي مسهر الليل. ايش مصح انك نص الليل؟ انا بغى اشرب. من قابض انك سير اشرب. ما انتي ليش جالسه هني؟ ابوي بعده ما جاء. ما اسوي تراني جالسه حرصه يا ولدي. هو هين صار فرحان متي تسالني نص الليل؟ صف لي اسئله. سير اشرب من المطبخ يلا وسير قد وراك بكره مدرسه. زين يا ربي يا سعيد تو انتهيني لين تو ما قايل البيت. هينك يا ولد الطاغي هينك. خليني كذا كما قال عبد الصحر نص الليل. حلو سعيد حلو. احنا ما كفانا اللي يكون المدير بعد نرجع البيت نحصل ضرب. والله يا جماعه يا جماعه انا الوحيد اللي ضربت رقم قياسي. ايش في ايش في انهم يضربوه في البيت. بيموت علينا. يا هذا المخلوق يا داخل مرنون يا قاهر. هذا قسم التوزينة. الله العظيم يدبغون الدبغ. جسمه ما شاء الله. خبركم يا جماعة بسالفة. قول قول سعيد قول. سالفة حصلت معايا من زمان ذيك الأيام. الوالد الله ذكره بالخير الله يرحمه مسكين وتغمد روحه الجنة. طرشني اشتري كيلو عنب وقال لي يلا روحي بسرعة لأن كان عندنا ضيوف ذيك اليوم. نعم. ورحت الدكان واشتريت كيلو عنب ورجعت وما وصلت البيت ولا والكيس ما في شيء فاض. هاي معناها واضح معناها انك انت يا انك نسيت الكيس في الدكان ولا انك خذيت كيس فاضي. لا لا ما لي هذه الدرجة لا 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 انا عرفت بيكون انك ما رحت ما لحقت توصل الدكان رجعت على طول. لا ولا هذه بعد. ها تعرف وش اللي صار؟ ايش صار؟ وانا راجع الله يسلمكم من الدكان شفت الكيس هذا والعلب. هذاك الايام الواحد وده ياكله. حالق العلب حالق العلب حبه وما وصلت البيت ولا الكيس فاضي. كيلو كيلو بروحه ياكله. الله اكبر عليك. ايش بعدك ضايف؟ اسكت. شوف وبعدين اكيد لما وصلت البيت الوالد شكرك وقال لك ايش سويت يا ولدي؟ ما شكرني الوالد شكرني على وصول. لكن في النهايه ردت الوالد مسكين الداوي. انت الشكر العدل ضرب الشكر العدل لكن ما في نهايه عاد اقول يا سعيد تستاهل. زين يا جماعه صل على النبي صل على النبي. سمعوا مني هذه السالفه قول. لا يا جماعه سمحوا لي انا عاد كيف بس ارخص عنكم بروح. ما يسوي سووا الناس يا سعيد يا سعيد يا سعيد. والله يا جماعه انا بصراحه اشكر امين جمعني بكم صراحه وهذه فرصه سعيده ما التعوض لكن تعرفوا ظروفي وبعدين انا صراحه ما متعود على السهر. يا سعيد يا سعيد يعني ايش يعني بتتركنا وبتروح معقوله هذه؟ انت تعرف شو الشيطان انا ما جيت الا علشان عيد ميلادك ولا حصلت عيد ميلاد لما جيت ولا شيء. عارف الله عليكم مثل هذا يسوي عزيز. ما بيصير خلاص 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 احنا الحين بنرخص لك بس بشرط اريد منك بعد ان بكره نلتقي هنا. اي نعم اي نعم, أي نعم. كلام صحيح نلتقي هنا. ظروفي صراحه ظروفي صعبه يعني ما اقدر اجيكم كل يوم. لا اله الا الله ظروفي ظروفي كلنا عندنا ظروف يا سعيد بس بكره خلينا نشوفك. اي نعم بس يا ناس انا شوف يا سعيد غالي غالي قصدي اسمع يا سعيد
نحن ما صدقنا يا أخي التقينا من بعد هذه الفترة الطويلة، ومشاغل الحياة هي اللي فرقتنا، فما المفروض إنك بكرة تجي. إيه نعم، من المفروض. من المفروض. والله يا أخوان أنا بودي بصراحة، والجلسة معاكم حلوة ما تمل، وبصراحة أنا من شفتكم حسيت إني فاقدنكم من زمان، بس ترى تعرفوني يعني. خلاص يا سعيد خلاص، ترى ما يصير ترد الشباب، وبعدين بكرة أنا بمر على راعي الفيديو بجيب من عنده شريط ونقعد نتفرج مع بعض سوا. خلاص عاد إذا خلاص بكرة نلتقي هنا. إيه نعم. إيه شوف يا سعيد شوف، ترى إذا ما جيت يا ويلك وسواد ليلك، أنا والشباب بنروح لك البيت وبنسحبك من البيت. وإذا ما جيت يا ولد الطاغي بعمل لك مقلب متصفد، بعفس عليك المسائل كلها. يسويها؟ نعم يسويها. يسويها ترى يسويها. نسويها. ها يا سعيد إيش قلت؟ وافق. يلا يا سعيد رد عاد، رد لا تكون ثقيل الدم، رد. والله إيش أقولكم يا جماعة، خلاص يلا امري لله، بكره باجيكم. يلا زين حي، يلا نشوفك على خير. ضحك بس بكره تضحك على وجهك. ولا ما شاء الله. يلا يا ضحك يا قلب السلام. يلا سيدة سيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، من انس ولا جن؟ انا سعيدة. سعيدة وليش نايمة هنا؟ كيف بعد ليش نايمة هنا سعيدة؟ الله يهديك، تراني جالسة احرصك، تقول لي طالع ساعة زمان وحين عاد الساعة 3:30 الليل، هين كنت خبرني؟ هين كنت مثل ما خبرت قبل لا سير، هين كنت بعد؟ ومعقولة من ذاك الوقت كان اللي بيت زميلك جالس؟ ايه اسوي يا سعيدة، حصل زملاء الدراسة وأصدقاء القدامة، خلتنا السوالف سالفة تجيب سالفة. يلا يلا يا سعيد، أنت ما تفكرنا وباكر وراك دوام، متى بتنام متى بتقوم؟ يعني سعيدة بتسوينا مشكلة الله يهديك، تراها مرة في العمر بس. زين ما بتعودها يعني مرة ثانية؟ ما بتعودها؟ هذا ما يبغى لك كلام يا سعيدة، أنا أحس عمري تعبان أبغي أروح أنام. كيف أبوي ما بتكون تعبان إذا السهر لنص الليل؟ كيف؟ وما ظن انك انت باكر بتداوم، ما ظن انك بتحبسن. الله صار اللي صار وصار اللي صار ويا ريت ما صار، صار اللي صار وصار اللي صار ويا ريت ما صار، صار اللي صار وصار اللي صار ويا ريت ما صار، صار اللي صار وصار اللي صار ويا ريت ما صار، صار اللي صار وصار اللي صار ويا ريت ما صار، صار اللي صار وصار اللي صار. خلفان خلفان، مو ذا الله يهديك، صار اللي صار ويا ريته ما صار، مو عندك نزقتني، مو عندك خير. خسرت يا خديجة خسرت. ها نعم خسرت. انزين ترى التجارة مرة ربح ومرة خسارة، يعني انت الحين جبت كلام جديد من عندك انت؟ انزين ما دام عارف انت ان هذا الكلام ما جديد عليك، وان التجارة مرة ربح ومرة خسارة، اذا اكيد للخسارة اسباب. ايه خديجة صحيح ان الخسارة اسباب، انا بيني وبينك كنت معتمد على العمال هذول في كل شيء، لهالسبب خسرت، وما كنت عارف ان الربح السريع هذا ما تجي من وراي الا كل المشاكل. اقول خلفان. نعم خلفان. انت تو ندمان؟ طبعا ندمان يا خديجة، كيف ما ندمان. زين خلفان لا تندم، وصار اللي صار، صار اللي صار ويا ريته ما صار، صار اللي صار وصار اللي صار ويا ريته ما صار. صباح الخير يا عبد الله. صباح الخير يا أمين. كيف سعيد بعد ما وصل ولا عند المدير؟ لا والله بعد ما وصل، بس يمكن يكون مريض ولا شيء عشان كده تأخر. لا لا ما مريض ولا شيء، هذا أمس كان سهران معانا طول الليل، الظاهر راحت عليه نومة.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلامات سعيد، ما من عوادك تتأخر. عبد الله حتسأل عني؟ لا والله ما حتسأل عنك، بس أشوفك متأخر. خذنا بارحة السهرة ببيت أمين، تأخرت شوية. وهذا اللي أنا كنت خايف منه يا سعيد، السهرة. السالفة ما فيها يا عبد الله، التقيت بزملاء الدراسة من زمان ما شفتهم، وخذتنا السالفة شوي. لكن بصراحة يا عبد الله كانت ليلة جميلة، سولفنا وتكلمنا وضحكنا، أنا عن نفسي ما حسيت بالوقت كيف مشى. بس السوالف والضحك معناها إن السهر، والسهر يضرب الصحة، والنتيجة تظهر على العمل. لا تحسب بهذه الطريقة يا عبد الله، السالفة ليلة واحدة وعدت. إيه سعيد، ترى أنت وعدت الشباب ولازم تيجي. بجي بس بطلع على طولها. والله يا سعيد هذا الموضوع يخصك أنت وحدك، وأنت حر في نفسك. عموما ما صار إلا الخير. أذتني هذه، أذتني. موقوف وموقوف ما صارت حشية. أم سعيدة تليفونش موقوف؟ تقول هذه الحرمة هي ترى موقوف لحد ما تسدد الحساب اللي عليك. ايه شنو؟ يعني انت عارف ان التلفون موقوف؟ عارف شي عجب؟ ايه جاتني فاتورة بخمسين ريال. اها وليش ما تدفعها؟ تتكلم انتي والدش هدان وادفعها انا؟ اذا من الذي يدفع؟ الذي يدفع يا ام سعيدة الذي يدفع انتي وفي هدان. اما انا ما ادفع، انتو بو تتكلموا ليلية ونهارية، قبتوا للضغط، قبتوا للسكري، هلكتوني الله يهلككم من هذه المكالمات بتكلموها. تبغوا تتكلموا دفعوا وبعدين اتكلموا على وعدكم. اما انا ما ادفع. شلو يعني انا اكلم من؟ ما اكلم بنت سعيد الله يهديك؟ بعدين سعيدة تراها ساكنة بعيد، كان حياتي جارتي مستوية، كان انا ما يحتاج اكلمها في التلفون، تقي انا حياتي. يا ام سعيدة، يا ام سعيدة، دايما اقول لك التبذير ما زين، الإسراف ما زين، حرام. ما سمعت كلامتي؟ يعني إيش يا سلو؟ ما تدفع؟ والله في الحقيقة أنا يا ما حذرتك يا خلفان أن الربح السريع عمره ما ينجح، لأنه قائم على الضحك على الناس وتعطيل مصالحهم. إيش أسوي يا أبو حمد؟ إيش أسوي؟ الشيطان شاطر، كلهم اشتكوا ما عداك أنت ما اشتكيت. المعرفة اللي بيننا يا خلفان تمنعني. أنا صحيح زعلت وعصبت، لكن أعتقد يكفي اللي صار. اللي صار لي شوية، أنا بعت كل شيء يا أبو حمد، حتى بعت سيارة البيت الخاصة علشان أرجع للناس فلوسها. بس هذه هي النهاية، بس المشكلة عاد إذا تكررت. توبة توبة يا أبو حمد، إن شاء الله ما تتكرر. وأنا من اليوم رايح ما رايح أتعامل مع الناس بهذه الطريقة، وهذا درس، درس ما عمري راح أنساه وما لازم أهمله. نعم، وعشان أنا متأكد من اللي تقوله، أنا بإذن الله بكلم عملائك وبحاول أقنعهم. بس يا أبو حمد ما أظني إنهم بيسمعوا كلامك. بيسمعوا كلامي يا خلفان لما يعرفوا إني أنا اتعاملت معك. والله فيك الخير يا أبو حمد، كثر الله خير. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الأحوال؟ أهلا وسهلا. أهلا أخوي، كيف حالك؟ أهلا يا مرحبا. الأخ خلفان بن ناصر؟ أي نعم، أنا خلفان بن ناصر، أي خدمة؟ أنا جاي من طرف أخوك حمدان. يا مرحبا وسهلا، زارتنا البركة. يا حي الله، تفضل سريع، تفضل. تفضل. زين يا تفضل أبو حمد. بس أنا بسير والله يقدم إن شاء الله اللي فيه الخير. يلا مع السلامة. كثر الله خيرك. مشكور. أحسنت. أحسنت. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. يا مرحبا وسهلا، تفضل. يا مرحبا بك. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله بخير وعافية. الله يسلمك. أنت من متى ما شفت أخوك حمدان؟ والله أنا بصراحة يعني يمكن ما شفت حمدان يجي سنة تقريبا. سنة؟ سنة ما تشوف فيها أخوك ولا تسأل عنه؟ أخوك ولد أمك وأبوك؟ يا أخوي أنت مثل ما تشوف مشاغل الدنيا كثيرة، وأنا بصراحة ما فاضي. لكن خبرني حمدان إيش صار فيه؟ صار فيه شيء؟ هي نعم صار له شيء. أخوك صار له حادث وصار له مدة نايم في المستشفى في البلد. حمدان أخوي صار له حادث؟ والحين كيف صحته؟ هو خبرني عنه بخير، وكيف صار الحادث؟ الحمد لله هو بخير الحين،
بس انا شفت انه من الضروري لازم تعرف. احسنت يا اخوي مشكور وكثر الله خيرك. الله يا الدنيا، اخوي ما اشوفه طول هذه المده، واول ما اسمع عنه خبر يجيني هذا الخبر. بلاوي لما تنزل على الواحد تنزل دفعه واحده. بدت بخسارتي في التجاره واخذت اخوي حمدان المريض. انا لازم اروح واشوفه. الاخ ما لابد من اخوه، انا لازم اروح. هو النفل الاتحاد الاشتراكي. حشركي بس عملوا علي الطلاق الثلاث. علي الطلاق الثلاث. وبالحسب ها سعيد، كأنك متضايق. بيني وبينك متضايق ليش؟ هاي ثاني مقلب تسوي فيني. أمس قال لي عند عيد ميلاد وطلع لا شيء، واليوم قال بجيب مسرحية جديدة وفيلم جديد وطلعت المسرحية شايفينها 100 مرة ومالينها بعد. يا سعيد يا سعيد يا أخوي، تراني رحت محل الفيديو ما حصلت عنده شرايط جديدة، وقلت أحسن مسرحية نجيب شاهد ما شافش حاجة. مو رايك، مو رايكم يا جماعة نلعب ورقة؟ ايوه هند هند هي هند هاي بس ايوه احسن بعد. ها سموره مناك عندش؟ بغيت ابوي يشرح لي هذا الدرس. هل ممكن ما تقري وحدش؟ واصعب عليش يعني؟ صعب. انزين يا بنتي لو خبرتي الاستاذه مالك تشوف في المدرسه كان هي تشرح لك اياه. لازم نحن اول نذاكره وبعدين هي تشرحها. هيكي زي يا بنتي تو ابوش ما يتاخر تو يجي يشرح ليش ما يهمش. ها من ذي اظني ابوش جاي. زيش فتح الباب زي يلا. ها ماما يا جدي وجدتي وخالي حياهم حياهم الله حياهم الله. تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا الوالد، كيف حالك سعيده؟ يا كيف حالك ما بخير الحمد لله. ذاكري السلام عليكم. كيف حالك ما الله يسلمك وبخيره. هينش انتي؟ اه موجوده يا الله. من هي مشغوله شوي؟ كيف حال جاراتك؟ الحمد لله. كيف حالك انتي؟ بالعافيه. صغيرين بخير؟ خير الله يسلمك. سعيده يا ما هين زوجي سعيد؟ سعيد فهد كيف حالك؟ الحمد لله. الله يسلمك سامحني. سعيد توقي برا توقي ما هنا؟ لا با ما هنا بغنوك لها سالفة شوية احتاج له ما يتحقر توقي ان شاء الله لا يهمك. ما ها هين شنتي الله يهديش يا الله. ولكن عندش بنت اسمها سعيدة لا تتصلي فيها ولا شيء. تصلي تلفون توقاش تعاتبيني انا عتب ما علي انا بنت الحلال. الايام هذه طالع عندنا سالفه التبذير والاسراف في نعام هذه اليومين. مو يعني تبذير واسراف تعرفيها؟ ما اعرف مو ناك ما اعرف قصدش. قصدها يا بنتي يا سعيده مش ما فهمتي قصدها؟ قصدها تقول ان تليفونها بالبيت مقطوع بصفه مؤقته. ها بعد يتكلم بعد بصفه مؤقته ابو كيف نتكلم؟ ما هي هذه الحقيقة ومسعيدة؟ إذا ما دامنا هذه الحقيقة حال مو ما تدفع الفاتورة وتخليهم يفتحوا التلفون صح؟ أدفع الفاتورة؟ ها؟ ولا بيس أدفع؟ ولا بيس أبحث؟ بدأتوا هالسالفة؟ الله وكيلش يا سعيدة من تبدأ سالفة التلفون أبد ما تخلص من عندهم ذيلة. تهمك مك هالكتني معذبتني حياتي. نعم سعيدة هذه مش معذبتني. نعم حط علي سلوم دفع الفاتورة. سلوم دفع الفاتورة مو أنا عندي كنزي. ما لازم أنت تدفع. ها ما لازم انتوا تتكلموا وانا انزح. انتوا تتكلموا وانا انزح. سمعي ام سيده ما شيك الله يديش انتي كي تعرفين انا مساكين ما اجت شيء ما لها قدرت الحيوان نبي. ها رديت لها الغنادي ما اجت شيء ما اجت شيء دوم انها ما تجت شيء. ام سيده وانا اكذب عليك؟ حش عزيز ومكرم امي ما تقصد كذا يا الوالد ما تقصد. بعدين انت تعرف يا الوالد ان التلفون شيء ضروري ومرا فايده. تكلم صديقاتها جاراتها ها وش يتكلم بنتها من زمان انا ما سامعت لها حسه. انا معاش يا سعيده يا بنتي ان التلفون ضروري لكن لكن هذيل هذيل مبذرين خاصه هذه مشى يوم اعتقد السماعه هلو فلانه وعلانه تلك الساعه وهذا قاعد الشقي هذا هذا هاي شاقني هذا فيدا. نعم يجي يكلمك بعته وبعدين الفاتورة تطيح
على راسي يعني مو مليانين يعني. شو علي انا الله يهديك انا اروح احسن لي ترى قش قش احنا والله قش والله قش قش بعده سعيد ماجي انا باغي انه مساله مهمه سعيده بنتي ايوه ماجي سعيد تاخر هو في الطريق جاي تو جاي ما بيتاخر جاي عقب ما دام في الدرب قش بابي في يدين قش حوص انا باغي انه مساله مهمه يا خاله ما تتسمك كذاك اقول لك قولي تفتح التليفون وامو افتح التليفون افتحه ايه لكن بشروطي وشروطي انا عاتره مفهومه يا ربي يا سعيد يومين ورا بعض تتاخر الليل انتو ما هي عوايدك تو هين هو اللي انتو من هو خبره يوم يجي عليك ضحك عليك اشوف انت جالس تغش هذه المرة اللعبة عندي وما حد منكم يقدر ينزل ابدا انا ما بنزل ما بنزل الا مهند ها نعم يلا ها بيكون متهند انا الظاهر اني اسحب يلا المية الثانية جاية لكن من ما اخليكم نعم ما تخلينا نعم انا بنزل بتنزل نزل ما عندي ورقة انا بنزل انزل نشوف ايوه يو اها اي نعم بس كافي 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 كارتين ها كارتين كارتين اي نعم انزل كارتين ما دام انت نزلت يلا انا بعد بالمره انزل ولا انا انضرب انا انضرب 200 مثل اسحب اول شيء اسحب كيف تنزل عمي كارتين ها 200 يا ربي الساعه 11 ونص الوالد بابي إذا نايم الوالد الوالد الوالدة يا جماعة قوموا وراي مدرسة أريد أنام يا الله صدقوا في دام ساكين صدقوا سعيدة ما زوج اشتياك تأخر وايد علينا تأخر شنو أبوي خلا خلا إحنا ما ضارين على السهر كذاك سعيدة يا با أشوف إيش نفضة زين أقول وهذا زوجي سعيد متعود يتأخر كذاك على مشاكينه حشبة أول مرة بس اليوم أوه يلا الوالد وراي مدرسة أريد أنام يلا الوالدة يلا يا بنتي عاد إحنا نسير عنشة نترخص مع السلامة بما الله يلا بنتي بما الله سايرين أقول سعيدة يوم سعيدة لا تنسي بنتي تقولي حال زوجك ان ابوي اليوم جاء وحرصك مساكين لك انت تاخرت عليه باغي انك موضوع مهم اي والله ان شاء الله يلا الوالد ما صارت هاي نامت المسكينه مالك لك تقلق مساعدة مالك خالد 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 هلكوني هلكوني بنتي انا اتحرك سلوم ماله ماله صحي على خير بنتي حيانه انتم حيانه ان شاء الله مع السلامه سعيده حصل تملى ما تطلق وهذا سعيد علامة متأخر أشوف سالفة السهر عقبته أشوف من هو أنا لازم أتصرف معاه تصرف آخر لازم ما تشوف شر ان شاء الله سلامتك الف سلامه يا حمدان من اخويا خلفان خلفان نعم سلامتك ان شاء الله سلامتك اخيرا ذكرت اخوك يا خلفان اخيرا يا اخوي انا عمري ما نسيتك عمري ما نسيتك وانت دائما في البال لكن هذه عاد مشاغل الدنيا مثل الغيمه على صدور الناس تنسيهم حتى مشاغلهم مشاكلهم يعني لو ما الرجال رسلته كنت لاقيتني ولا شيء أنا الحمد لله إن اطمنت عليك وهذا أهم شيء وأبغي منك إنك تسامحني وتغفر لي وأشوفه منك شيف الله على هالكلمة من زمان ونتمنى اسمعها يا خلفان كنت أتمنى هذه الكلمة من زمان يا خلفان أتمناها عفو عليك يا حمدان يا أخوي يا خلفان إن شاء الله رايح تسمعها وتسمعها كثير بإذن الله
الأخ ما لازم ينشغل عن أخوه وأهله، وإن الحياة مفروض ما تلهي عن واجباته نحو أسرته، ويتذكر أهله وأصله دائما لينهم هم في المقام الأول. صدقني يا أخوي حمدان، إن أقسى على الواحد إنه ينسى أصله، لكن تأكد إن أنا بكون معك دائما، وإن شاء الله ما بتشوف مني إلا اللي يسر خاطرك بإذن الله. إذا كانت طيحتي بالمستشفى هي اللي بتجيبك، أتمنى أطيح بالمستشفى دائما يا خلفان. لا تقول هذا الكلام يا حمدان، إحنا من اليوم لازم نتجمع، مرة في بيتك ومرة في بيتي، وزياراتنا لبعضنا البعض هذه رايح توصل بيني وبينك الرابط القوي. يا ريت يا ريت يا خلفان، حلم وأتمناه يتحقق. إن شاء الله بيتحقق، إلا بداية الحلم نهاية حقيقة يا أخوي. جيتك وكلامك علي مثل الشهد، أحس بنفسي مرتاح الحين يا خلفان، أحس بنفسي مرتاح. الله يريح عليك وما تشوف شر إن شاء الله، تقوم بالسلامة بإذن الله. ها خلفان صار يزور أخوه؟ هي نعم صار يزور أخوه، وين يقول مريض. بعيد الشر، كي أول مرة أعرف إن خلفان عنده أخ. عنده، لكن كما أنتي عارفة ما يتزاوروا. بعيد الشر يا ربي على ذا الزمان، بو الأخ ينسى أخوه، هو الزوج ينسى. الله يكفك يا سب. زوج؟ زوج من قصدش؟ ليكون قصده سعيد. مو أقولش يا أختي يا خديجة، مو أقولش، سعيد تغير علي ذي الأيام. تغير؟ كيف تغير عليش؟ قولي تكلمي خبريني. مو أقولش يا أختي يا خديجة، كان أحرص منش اللي أشار عشان أفضفضلش اللي في قلبي، مكروبة من سعيد مكروبة. نعم يلا نزين، أنا أعطيتش الضوء الأخضر وتكلمي وخبريني. يا أختي يا خديجة، حاسن ذي الأيام سعيد في دنيا ثانية وعالم غريب على العالم وهو عايشنا، والله أعلم الله أعلم نهاية اللي هو فيه إيش. يلا تفضلوا تفضلوا. يا جماعة بصراحة هذه الجلسات أنا كنت محتاج لها كثير كثير. أها بروحك الله يهديك، ترك أنت واحد من الشغل للبيت ومن البيت للشغل، هذه عيشة هذه حالة. يا أمين يا أمين، ترى الزواج يبغى ويتطلب أمور كثيرة. وأنا إيش اللي مخوفني من الزواج يا جماعة؟ ترى هنا هي المشكلة، الزواج أنا أعتبره قيد، إيش اللي تخليني أتقيد؟ أنت غلطان يا أمين، الزواج ما عمره ما كان قيد، الزواج راحة يا جماعة. يا سلام يا سلام لما تعيش في جو الأسرة، ما أحسنها من راحة. إيه لكن ما أعتقد أنك تحصل جو مناسب مثل هذا الجو الحلو. أنا بصراحة ما أنكر بيني بينكم هاي الجلسات حلوة، ترجعنا لأيام الطفولة والذكريات الجميلة، وأحيانا ترى الواحد هو كبير يحن ان يرجع الذكريات الماضيه مع اصدقاء، خاصه معاكم انتوا يا شباب. والله والله احسنت، واحسن كلام اللي جالس تقوله يا ابو فرحان، جلستنا هذه واللمه هذه يا اخي. سلام سلام. عموما يا جماعه انا تاخرت، اخر مره المدام فتحت لي تحقيق ويقول لي ما قيد بعده. يا اخوي يا اخوي يا سعيد، نفع عن نفسك شويه يا اخي، فيك مستعجل تو الناس يا اخي، والسهره ممتده بعدها. ولا ثاني يوم الخوف ترى في عيونك خيفان الرجال. خيفان اقول خيفان. يا جماعه والله المساله ما مساله خوف يعني، بس تعرف لا بس يعني ولا شيء. اذا كانت المساله ما مساله خوف اذا بعدنا احنا جالسين صح، وبعدين هو الزواج ايش يا اخي، سجن؟ عمر الزواج يا امين ما كان سجن، بالعكس المساله وما فيها، المساله وما فيها، والمسألة ما فيها مو مدرس رياضيات انت. والله شباب شباب نعم، اقول لكم مو ايش رايكم نلعب دور ثاني؟ تسقط فيها امين. الورقة اخوي، الورقة جاهزة، بس انتم مستعدين؟ مستعدين كم وصل؟ ماشي هو سمعني بعطيك. يلا عشر عشر يا يحيى يا زين. سميرة عن أمها سميرة فرحان، ما قدرت تصيح وما قادرة تنام. صيح أبوي على أمها بنتي أشوف كيها.
سميرة محروزة أبوي على مش سلامتش. يا الله سلامتش أبوي ما تشوفي شر. يا ربي تونا وأنا مو أسوي. أتصل بخديجة خلفان ما موجود. أتصل بأمي أمي تلفونها مقطوع ليل ونهار تهدر بالتلفون كيف ما بيقطعوا. يا ربي كيف أتصرف أنا تقول حول ولا قوة. يلا خلصنا خلصنا اسحب كارت يلا وزن يلا اي كارت اي كارت الله يهديك نوم انت ايش هذا انا هن يلا والله العظيم ما مصدق نفسه انه كل مره ينضرب مره في العمر هندنا يا جماعه يا جماعه خلا دور ثاني نلعب دور ثاني ايه يلا لعبنا ها ابو فرحان تو الناس يا اخي لا تشوف الساعه احنا جالسين بعدنا جالسين ما حد يطلع اي نعم تطلع عندنا اطلع وراك ام ومن قال لك اني بروح انا ما بطلع اطلع وهذا غالب اني ضحك لا يمكن هاي لا يصير يلا امين اخبص يا ربي البنية شابة نيرة تومو في ديني أنا أسوي سلامتش يا أبوي محروز يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا باشا ما يتشربي حبيبتي فرحان قوم أبوي قوم سير جيب ماي حال أختك تومو أسوي أنا مو أفعل مو في ديني أسوي سلامتش حبيبتي سلامتش الله يكون شوية تنزل الحرارة. هات. كل ما بيشرب بسم الله. شوي على عمري. بسم الله الرحمن الرحيم. هين أبوش يا بنتي لو موجود كان إحنا استوينا على ذي الحالة. لا إله إلا الله إيش أقول إيش بس أبوش عايف إنه وعايف البيت نعم. يا ربي إيش أسوي؟ فرحان. أبوي خلي بالك على أختك توبة جي أنا يا ربي تو أنا مو أسوي مو أفعل يا الله بسترك يا رب يا الله تفرقها علينا بس هينك يا سعيد هينك ما أعرف ليش شاغل إنك عن بيتك وولادك ما أعرف تو أنا مو أسوي مو أفعل ما شغل خديق ألقى لها تو هي اللي بتساعفني عسى لاقيها بس يا الله هالمرة اللعبة ما منها فايدة أبدا عندك ياكر اثنين ولا بيراك خبركم بس ما لعب خلاص يلا قوم روح يا سعيد الليل تو بعده الله يهديك يا عمي وين تو بعده احنا بصراحة زودناها أكثر من اللزوم لا زودناها ولا شيء هذو اسأل الجماعة كل ليلة نسهر للصبح ونطلع من هنا على الدوام اي والله اي والله وكل مرة تحصل معاي وانام على الطاولة لا بعد ايش والخصم على روسنا تعبنا يا تعبنا عليش يطلع الراتب اخر الشهر بس يا جماعة ترى السهر اكثر من حده مضر يا سعيد اي مضر بالله عليك مدام احنا ما قاعدين ما نسوي شيء غلط من وين تجينا المضرة وبعدين ما احلى الجلسة مع الضحك والسوالف المهم يلا بنروح يلا قوم يلا 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 خلاص غايتنا الله والله يا جماعة لو توافقوني الرأي تموا جالسين هنا ونطلع الصبح على الدوام على طول انا بصراحة ما معكم ما اقدر الله يرحمكم يلا باكر لو انا رايح باكر نلتقي هنا باكر يلا على خير يلا مع السلامة أمين مع السلامة تصبحوا على خير يا شباب مع السلامة اليوم سعيدة ما نايمة هنا الحمد لله ريحتنا من كل يوم نزاح أكيد نايمة في الغرفة
ولا نايم هنا بعد. اه مع الصغيرين عدل. لا هي ولا صغيرين موجودين. خير ايش اللي صاير؟ كيف؟ لا اله الا الله ولا قوة الا بالله. كنت احسن من ما قصرت سامحني انا. ها سعيدة خير ايش اللي صاير؟ يلا سعيدة اختي احسنتي انا تو بروح. ما استرقص شوية. والله من غير شي خديقة نعم اني ما اعرف ايش بسوي. نعم سامحيني عنيتش من بيتش نص الليل. اختي سعيدة ما تقولي كذاك مهما كان نحن بعدنا خوات. يلا حبيبتي مع السلامة. مع السلامة. صبحي على خير. انتي من سعيدة ايش اللي صاير يا سعيدة؟ انا اسالك ايش اللي صاير يا سعيدة؟ وليش تسال ليش؟ اصلا انت ليش راجع البيت؟ لو كملت سهرتك كان على قلبك نفعك. اها تكلمي ايش اللي صاير يا سعيدة تكلمي. اتكلم ايش اقول لك بس؟ ايش تريدني اقول لك يا سعيد؟ تبغاني اقول لك انك تعودت على السهر كل ليله؟ تبغاني اقول لك انك من تطلع من الصبح ما ترجع البيت؟ تبغاني اقول لك انك نسيت بيتك واولادك؟ ايش تريدني اقول لك بس خبرني. تبغاني اقول لك ان وقت الحاجه ندورك ما نحصلك يا سعيد؟ بنتك اليوم بغت تموت علي. نعم لولا الله ثم الجيران بوسعفوني اليوم ودوني المستشفى كان حالتنا لله. لكن والله لو بنتك مسوي لها شيء الليله كنت ما بسامحك حياتي يا سعيد. سعيدة أنا بصراحة أنا سعيدة. هذا اللي شاطر جاي مرة روح هنا. خوز عني خوز ما عندك سالفة. سعيدة أنا فعلا غلط وسهرت أكثر من اللازم بس ما كنت متصور أن كل هذا بيصير يعني. انزي ارفع التلفون اطمن على اولادك شوف ايش نبغى وايش ما نبغى. لا تقول لي ماشي تلفونات. الحمد لله الشوارع متروسه تلفونات ما عندك عذر ثاني. سيدة انا بصراحه غلطت وارجوك تسامحيني يا سعيده وخلاص من اليوم رايح ماشي سهر على دبدب. اسامحك سامحني يا سعيد ما اقدر اسامحك لاني ما قادر انسى اللي صار. ما قادر انسى حاله بنتي قدامي هي تتالم في المستشفى ولا خوف اخوها عليها يوم اشوفها هي مريضه ولا ذميمتي انا قدام الناس اللي زعقتهم نص الليل وموديني المستشفى. كل هذا وحضرتك انت خبر خير ولكنك في الدنيا ولكن عندك بيت واولاد. اسامحك على ايش ولا ايش يا سعيد؟ اسكت سعيده كل واحد ممكن يغلط وانا اعترفت بغلطتي وخلاص يا سعيده سامحيني. انزين بتصلحها؟ أكيد يا سعيدة أكيد. أوكي إني ما أكرر سالفة السهر هاي مرة ثانية. والإنسان يا سعيدة الإنسان يجي له الدودة. اسمعني يدودة ما يدودة واجد سمعت منك هالكلمة وما منها وراها فايدة. اسمعني من اليوم ورايح أنا ما أجلس لك مل في البيت بأخذ أولادي وبصير بيت عياني. نعم الله يخلي أبوي سلوم وأمي مسعيدة ما بيخلوني. وبعدين أنا شفت منك الكثير وما قادرة أتحمل أكثر أبدا ما قادرة. وخلي كلمة الإنسان قيلة يدودة تنفعك مرة ثانية.